مصر الكل المصريين خيرها كتير ملايين ملايين، قد الدنيا وزنت الدنيا، وبيا وبيك مش ناس تانيين، ايدنا في ايدك نبني حياه، والمولى يزيدك فوق حب رضاه. جمعيه مصر الكل المصريين للاعمال الخيريه، اي نعم، هي جمعيه وليده في عالم الميديا، وليده في عالم التلفزيون. يعني حضراتكم هتشوفوها الايام دي فقط في التلفزيون، قبل كده ما كانتش بتوثق شغلها عبر الميديا او عبر التلفزيون والقنوات الفضائيه، ولكن هي في المقام الاول من المؤسسات العريقه جدا ومن المؤسسات القديمه قوي في عالم الخير، في عالم المساعدات الاجتماعيه بكافه اشكالها وانواعها. عشان كده ودايما زي ما قلت لحضراتكم في برنامجكم ابن بلدنا، بنستهدف وبنستضيف اقوى الناس واقوى الشخصيات في عالم الاعمال الخيريه، في عالم الجمعيات الخيريه والاهليه، في عالم الاعمال التطوعيه. وهنقول ليه؟ لان دي اساس نهضه المجتمع. مصرنا الغاليه مش هتنهض ومش هتقوم الا بسواعد ابنائها، ابنائها اللي هي موجوده معانا دلوقتي ومشرفينا في الاستوديو. عشان كده لنا الشرف، كل الشرف والفخر، كل الفخر باستضافه فريق عمل والجنود المجهوله لجمعيه مصر لكل المصريين للاعمال الخيريه. مصر لكل المصريين الحقيقه لها عده انشطه، انشطه كتير قوي، ولكن عشان وقت حلقتنا الحلقه دي هنتناول نشاطين فقط لا غير. النشاط الاول وهو نشاط الاسر المنتجه، والنشاط الثاني وهو اكاديميه مصر لفن تصفيف الشعر، احد انشطه جمعيه مصر لكل المصريين. واكاديميه مصر لفن تصفيف الشعر هي قائمه تحت رعايه جمعيه مصر لكل المصريين. علشان كده اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيوف في الاستوديو، الاستاذ مصطفى ندى رئيس مجلس اداره جمعيه مصر لكل المصريين للاعمال الخيريه. منورنا ومشرفنا. منورنا يا دكتور والشرف لينا. مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام. مساء الخير لحضرتك. ومعانا الاستاذه هاله منورنا. اهلا وسهلا. استاذه منار منورنا. استاذ عبير منورنا. معاك يا دكتور. في الحقيقه الناس دي جنود مجهولة زي ما قلت في البداية لجمعية مصر لكل المصريين. هنتكلم عن الأسر المنتجة، تقريبا هيظهر دلوقتي وهيوضح لكم قد إيه عاملين شغل جميل جدا ومنتجات ضخمة ومنتجات فعلا قيمة، وقريبا جدا هيكون لهم براند خاص بيهم اسمه مصر لكل المصريين، وقريبا جدا قوي هتلاقوهم بيغزوا جميع الأسواق المحلية وإن شاء الله العالمية، بفضلكم وفضل تبرعاتكم وفضل مساعدتكم ومساندتكم لجمعية مصر لكل المصريين. عشان كده في البدايه اول سؤال هيكون للاستاذ مصطفى ندى. حضرتك دايما منورنا بجد، يعني مش هزار، منورنا مرتين. منورك يا دكتور. الاخبار؟ الحمد لله تمام. عايز اعرف من حضرتك الافكار الجميله دي والافكار اللي خارج الصندوق بتيجي لحضرتك منين؟ بص يا دكتور، طبعا اولا انا بشكر حضرتك، يمكن ده تاني لقاء مع حضرتك، وطبعا يعني بنتشرف بوجودنا مع حضرتك، ونقدر نقول ان احنا اتكلمنا قبل كده عن بعض المجالات والانشطه الخاصه بجمعيه مصر لكل المصريين. النهارده هنخصص حلقتنا عن نشاط او مجال مهم جدا للجمعيه، وهو مجال التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه. والمجال ده يا دكتور بيندرج تحت منه مجموعه انشطه كتير جدا. من ضمن الانشطه دي نشاط اساسي بالنسبه للجمعيه، وهو اهتمامنا بالاسر المنتجه. عندنا بعض الأنشطة الخاصة بالأسر المنتجة، وده كان فكرة يعني احنا تبنيناها من خلال الحالات اللي بتجيلنا في الجمعية بتحتاج مساعدات، فحاولنا ان احنا نشركهم معانا في بعض الأنشطة اللي من خلالها هيتعلموا بعض الحرف، ومن خلالها يقدروا يمارسوا حياتهم بعد كده من خلال منتجات يقدروا يسوقوها ويكون ليهم دخل يساعدهم في حياتهم. في الأول وفي الآخر دعم الجمعية أو دعم المؤسسة؟ بدعم كامل من المؤسسة. بدعم كامل طبعا من المؤسسة. هي الفكرة كلها حضرتك ان احنا عندنا نشاط التدريب الفني والمهني للحرف، ده نشاط قائم بالفعل من اكتر من سنة ونص، والحمد لله احنا قدرنا من خلاله يعني نقدر نقول، مش عايزين نكبر او نقول ان احنا خرجنا عدد كبير الحمد لله، يعني من ضمن الحالات للأسر المعيلة من المطلقات والأرامل. وطبعا احنا معانا يعني نقدر نقول الاساتذه المسؤولين معانا في الجمعيه، ونقدر نقول الاستاذه هاله. يعني نوران اهلا وسهلا. عايز اعرف تخص حضرتك ايه؟ انا مسؤوله عن النشاط التدريبي المهني الخاص بالاسر المنتجه. النشاط التدريبي المهني الخاص بالاسر المنتجه الجمعيه. عايز اعرف من حضرتك يعني الحرف اللي شغاله دلوقتي او الحرف اللي هي داخله في نشاط الاسر المنتجه زي ايه تقريبا؟ احنا حضرتك دلوقتي شغالين على المشغولات اليدويه اللي هي خاصه بالخياطه والكروشيه والتريكو
والمشغولات الجلديه والخرز والتطريز، هي دي الحاجات اللي احنا شغالين عليها دلوقتي حاليا داخل الجمعيه. تمام. طيب هل حضرتك الناس اللي تيجي كمتدربين تتدرب في جمعيه مصر لكل المصريين للاعمال الخيريه، هل في مدربين متخصصين بيعملوا عمليه التدريب دي او بيقوموا عمليه التدريب؟ اه طبعا. لو اي حد بيدرب؟ لا طبعا، بيجي لنا مدربين متخصصين بيقوموا على تدريب الاسر والسيدات المعيله اللي بيجوا لنا، اللي هم بيحتاجوا مساعدات من الجمعيه، فبجانب هذه المساعدات احنا بندخلهم وبنحفزهم على الدخول في النشاط التدريبي عشان خاطر يقدروا يوجدوا لنفسهم باب رزق تاني بجانب المساعدات بتاعت الجمعيه. تمام. طيب حضرتك شايفه انه الحاجه دي بتكفي لاحتياجات الناس في الوقت الحالي، او هل احنا بنستهدف ناس كتيره؟ اكيد طبعا، اكيد احنا بنحاول نخدم فئه كبيره. اه طبعا بنحاول نخدم فئه كبيره، وبنحاول نخليهم يعملوا مصدر دخل لنفسهم ثابت، يعتمدوا على نفسهم اكتر عشان يقدروا يساعدوا نفسهم. يعني المساعدات دي حتى لو بقت موجوده في وقت مش هتبقى موجوده في وقت تاني. والحاجه اللي انا حابب اكد عليها، جمعيه مصر كل المصريين بقياده الاستاذ مصطفى نادر رئيس مجلس اداره دايما بتسعى وبتبذل اقصى ما لديها من اجل وجود نشاط ثابت، او بمعنى اصح مصدر رزق ومصدر دخل للناس المتدربين بشكل ثابت، صح كده؟ تمام يا دكتور. تمام. انا عايز اعرف من حضرتك الاليه في اختيار المدربين او التعاقد مع المدربين بيتم ازاي؟ بص يا دكتور، هكلمك بصراحه، احنا بنواجه مشكله كبيره جدا في موضوع المتدربين، وخصوصا ان احنا الانشطه بتاعتنا كتير ما شاء الله. احنا لما بنعلن ان احنا عندنا عايزين نعمل دورات تدريبيه، فبيجي طبعا بعض الاشخاص اللي بيقوموا بعمليه التدريب، في منهم طبعا بيتطوع، ودي حقيقه لازم طبعا نشكرهم، ولازم طبعا نوجه لهم الشكر الكبير ان هم بيقفوا معانا وبيساعدوا فعلا وبمجهودهم وبدون اجر. بس طبعا في بعض الاشخاص او المدربين بتبقى طبعا فكره المجانيه دي بالنسبه لهم، لان هم طبعا عندهم ظروفهم الخاصه، فطبعا الجمعيه بتتحمل العبء المادي الخاص بالاجر الخاص بالمدربين. فبرضه من هنا احنا بنقول برضه مش معنى يا جماعه ان احنا لا، ده الاسر اللي عندنا اسر فعلا اسر معيله، عندنا اكثريه الحالات اللي بتجي لنا وبندخلها معانا في الانشطه دي بتبقى حالات ارامل ومطلقات، وفعلا احنا محتاجين دعم الناس لينا لان الموضوع كبير. وان شاء الله ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي احنا بنقوم على عمل ورش عمل ثابته، هتكون ان شاء الله ده مصدر خير ومصدر رزق لناس كتير جدا في الجمعيه وخارج الجمعيه كمان، لان احنا بنستهدف برضو يا دكتور في حاجه مهمه جدا، الحالات اللي عندها مشاكل صحيه او اعاقات بدنيه في المنازل بنبعت لها برضو ناس، ودي نقطه مهمه جدا. لو في اي حد، ومن مبارك انت برضو احنا بنعلم، لو في اي حاله محتاجه ان احنا نبعت لها مدربين يعلموهم هم في البيت ما غير قادرين على الخروج وغير قادرين على ان هم يتواصلوا. طيب انا هستوقف حضرتك قليلا، هل ده فعلا موجود او هل ده مفعل واحنا بنتكلم قدام الناس؟ لا يا فندم، من المنبر ده عايز اتكلم بكل صراحه، احنا لو اتكلمنا عن شغل اكتر من سنتين لجمعيه مصر كل المصريين مش هنلاقي حلقات تكفي يا دكتور، ولكن احنا الفتره دي بنقول لا، لازم نظهر بقى ونقول احنا موجودين. يعني احنا ايه؟ لازم نقول احنا موجودين، وان شاء الله ان احنا مش هنتكلم بقى كتير، احنا عايزين ان شاء الله بعد كده اي افعال واي حاجات هنحققها على ارض الواقع هيكون الميديا والتلفزيون والسوشيال ميديا على اول ما هيعلن عن الحاجات اللي احنا بنقدمها ان شاء الله. تمام. وعلشان كده بوجه رساله من المنبر العظيم، منبر قناه الصحه والجمال، وبقول لكل الناس اللي بتسمعنا حاليا، كل اهالينا في القرى، كل اهالينا في النجوع المحرومه من المساعدات، اي شخص نفسه يتعلم مجال معين، اي شخص نفسه يتدرب في فيلد معين او في مجال معين، يسعى دايما ويتواصل على ارقامنا اللي تظهر على الشاشه قدام حضراتكم مع جمعيه مصر كل المصريين. وهو لو مش هيقدر يخرج من بيته، او حد كبير في السن، او حد عنده اعاقه صحيه، مصر كل المصريين هتوفر لك المدرب لحد بيت حضرتك، وده بالمجان التام. وفي النظير المقابل، ما دام جمعيه مصر كل المصريين بتوفر حاجه في بالمجان التام، اذا هي محتاجه مساعدتنا، هي اذا محتاجه مساعدات الناس اللي بتسمعنا حاليا. حضرتك ما عندكش اعاقه، حضرتك مش محتاج حد يدربك، احنا بنتبرع ليه؟ احنا بنتبرع علشان نقدر للحد المحتاج ده نبعت له مدرب يدربه، والمدرب ده مش مجرد هيدربه ويعلمه حرفه، لا، لحضرتك كده بتبقى صدقه جاريه ليك حضرتك. ليه؟ لانك انت بتفتح له باب رزق دايما،
طول العمر هو واولاده هتكون هي الحرفه والمهنه الخاصه بيهم. طبعا انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ مصطفى على الافكار الجميله دي وعلى المبادرات الفعلا نافعه. وخليني اتكلم بصراحه مع حضرتك المبادرات الفعليه، بشكر حضرتك بجد عليها. الله يكرمك يا دكتور. استاذه هاله ارجع حضرتك تاني، احنا دلوقتي عملنا ورش عمل زي حضرتك قلتي، المتدربين جات الاكاديميه او جات الجمعيه بتاعتنا وعلمناهم ازاي يعملوا المنتجات اللي قدامنا، يا ريت تجونا المنتجات اللي قدامنا دي. اللي انا عايز اعرفه دلوقتي المنتجات دي بتروح فين؟ فين مصيرها؟ تمام، احنا بعد ما بنعمل لهم ورش العمل وبيعملوا المنتجات طبعا احنا بنوفر لهم طبعا المواد الخام عشان خاطر يقدروا ينتجوا فيها. السيدات كمان اللي بيقدروا يجوا ينتجوا ويعملوا عندنا في مقرات الجمعيه ومن خلال ورش العمل دي تمام بيجوا يعملوا، واللي ما بتقدرش بنوفر لها الخامات من خلالنا في منازلهم وبيقدروا يعملوا المنتجات بتاعتهم. بعد كده بنبتدي لتسويقها من خلال المعارض الثابته والمتحركه للجمعيه. تمام. طيب بالنسبه للمعارض الثابته والمتحركه، يعني احنا حضرتك عايزه تقول ان احنا بنعمل تسويق وتنظيم للمنتجات دي عشان نبيعها وعلشان نكسب فلوس وعشان يبقى مصدر دخل للناس دي، صح كده؟ اكيد طبعا. أكيد تمام طبعا. ننتقل لمدام عبير، منورانا. ده مرحبا. حضرتك طبعا مسؤوله المعارض الثابته والمتحركه في جمعيه مصر كل المصريين. مسؤوله المعارض الثابته والمتحركه. اه تمام. طب يعني ايه معارض ثابته يعني ايه معارض متحركه؟ المعارض الثابته دي بنعملها في الجمعيه داخل الجمعيه. صحيح. المنتجات الاسر المنتجه عندنا بنعمل معرض مفتوح يومي للجمهور، بيجوا اي حد بيعجبه حاجه من المنتجات بتاعتنا بتاعت الاسر المنتجه، طبعا كلها من يعني من صنع ايدينا، صنع الاسر عندنا بتاعت الجمعيه بتاعتنا. بنفتح بابنا لاي حد بيجي عايز يشتري مننا حاجات من بتاعه الاسر كل يوم، ده الثابت عندنا. يعني يوميا في معرض يوميا في جمعيه مصر كل المصريين؟ اه يوميا في معرض في جمعيه مصر كل المصريين. والنقطه الثانيه اللي انا برضو حابب اكد عليها انه زي ما ضيوفنا اعلنوا من خلالنا ومن خلال برنامج ابن بلدنا انه يوميا في جمعيه مصر كل المصريين في معرض لكل منتجات الاسر المنتجه. لو حضرتك محتاجه اي حاجه نتواصل مع الارقام دي وهم هيدلونا على العنوان وهم هيوصلوا لنا لحد بيتنا وهيدونا المنتجات دي وهيساعدونا بكافه الوسائل المتاحه وكافه الوسائل الموجوده في ايديهم علشان يساعدونا. طيب حضرتك بنختار المكان بناء على ايه بتاع المعرض؟ احنا بنروح بنختار مثلا في المولات، ما بيكون تجمع الكافيهات، يعني مكان يكون فيه في تجمعات. يكون فيه تجمعات، بنستهدف الاماكن الحيه اللي فيها تجمعات بحيث ان احنا نقدر نسوق منتجاتنا، منتجات الجمعيه. وكمان مش كده بس، احنا بنستهدف عارضين كمان، يعني لو حد عايز يجي يعرض عندنا منتجات بتاعته من خلال معارضنا بيتصل علينا وبيحجز وبيجي يسوق عندنا منتجات. يعني كمان حضراتكم المعارض غير مقتصره على الاسر الموجوده عند حضراتكم؟ ايوه، احنا بنستهدف كمان جمهور من بره، اي حد حابب يجي يعرض منتجاته عندنا من خلال معارضنا اللي احنا بننظمها بيجي يتصل علينا واحنا بننسق معاه وبنحجز له، سواء بقى بارتيشن وتبقى الكميه والمساحه اللي هو محتاجها. تيبل كده يعني. تمام. طيب الاستاذ مصطفى ارجع لحضرتك مره ثانيه. اتفضل. عايز اعرف اقرب معرض لجمعيه مصر كل المصريين امتى؟ بص يا دكتور، هو قبل ما اقول لك اقرب معرض او مجموعه المعارض اللي احنا مستهدفينها الفتره الجايه، طبعا احنا تماشيا طبعا مع الظروف اللي بتمر بيها مش مصر بس، العالم كله. احنا كان عندنا معرضين يعتبر الاسبوعين الجايين دول طبعا اجلناهم او لغيناهم عشان خاطر طبعا منع تجمعات. بس قبل ما اتكلم في الموضوع ده حابب بس اضيف حاجه. فضل. على مدام عبير، ان نشاط المعارض ده نشاط اساسي موجود عندنا في اللائحه يا دكتور، وده من ضمن الموارد اللي بتشجعها الجمعيه. تمام. او من ضمن الانشطه اللي بتشجعها الجمعيه، لانه بيدخل مورد من خلاله بنقدر نساعد في بقيه الانشطه، لان في عندنا انشطه يا دكتور خدميه بحته. صحيح. يعني خدميه ما فيهاش اي نوع من انواع العائد الربح، ولكن المعارض دي احنا واخدينها كنشاط اساسي للجمعيه علشان يحقق مورد نقدر نساعد بيه، نقدر نوفر بيه ادويه، نقدر نوفر بيه ماديات شهريات، نقدر نوفر بيه سلع، نقدر نوفر بالظبط كده. فده من ضمن الموارد. لما بنقوم طبعا بنستهدف اماكن تكون حيويه جدا زي ما قالت مدام عبير، بنعمل المعرض بنعلن عنه. طبعا احنا عندنا كاسر منتجه ممكن يكون المعرض
بحجمه يكون كبير ما يستوعبوش الاسر اللي عندنا. فاحنا طبعا بنعلن عن ان في اسر منتجه بعيده عن الجمعيه خالص، بتبقى خارج منتخب بيبقى عارضين عندهم منتجات، لو حابين يشاركوا معانا من خلال اعلاناتنا على السوشيال ميديا بيبتدي فعلا التواصل وبيبتدي يتم الحجز. وده بالنسبه لنا زي ما قلت لحضرتك ده مورد يعتبر اساسي بالنسبه لنا للجمعيه. كمان في نقطه ان الاسر اللي عندنا او الحالات اللي هي بتتعامل معانا هم نفسهم اللي بيحضروا بمنتجاتهم اللي عاملينها، وهم اللي بيبقوا موجودين في قلب المعرض من ضمن العارضين. نرجع بقى للسؤال بتاع حضرتك. احنا طبعا كان عندنا معرضين الفتره اللي جايه، بس طبعا عشان خاطر التوقيت وكده، فاحنا عندنا بقى في معرض ان شاء الله واخدينه اول 5 ايام في رمضان. ده هيبقى معرض ان شاء الله معرض على مستوى عالي جدا، ده في الاميرات تاون بلازا، ده في التجمع الاول تمام امام اكاديميه الشرطه. وطبعا احنا من هنا برضو نعتبر ده اعلان ده للجمعيه تمام، ان لو في اي عارض حابب ينزل معانا ال5 ايام دول ان شاء الله هيستمتع جدا 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 جدا. الاميرات تاون بلازا ده مجمع للكافيهات والمطاعم، وطبعا في رمضان انتوا عارفين يعني، فان شاء الله ده نعتبره ايه دعايه كده للمعرض. وطبعا كمان في حاجه ان اسعارنا يعني طبعا كجمعيه اكيد بتبقى غير اسعار طيب المعرض. انا دلوقتي حد من الناس بتسمعنا حاليا ومحتاج احجز في معرض المقام برعايه جمعيه مصر كل المصريين، اعمل ايه؟ يتواصل من خلال الارقام وان شاء الله هتتواصل معاه مدام عبير المسؤوله عن تنظيم المعارض، وان شاء الله يكون له نصيب معانا ان شاء الله. تمام. استاذه منار، الاستاذه منار دي يا شباب الناس بتسمعنا حاليا، الاستاذه منار دي من اشطر وامهر المتدربين في جمعيه مصر كل المصريين، ولما قلت لهم انا محتاج في الحلقه دي حد من المتدربين يكون معايا على ارض الواقع علشان الساده المشاهدين اللي دايما عهدناهم على المصداقيه يلاحظوا بنفسهم ويشوفوا بنفسهم عمل وشغل مؤسسه مصر كل المصريين، قالوا لنا الاستاذه منار مفيش اشطر منها. منورنا يا استاذه منار. بنورك حبيب، بنور حضرتك يا دكتور. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزه اعرف من حضرتك في البدايه كده، عرفتي مصر كل المصريين منين؟ عرفتي الجماعه دول منين؟ في ناس قالوا لي اللي في جمعيه بتعلم الحرف اليدويه، وانا اصلا من صغري وانا بحب شغل الخرز. اتفضلي. وانا من صغري وانا بحب شغل الخرز والحاجات اليدويه دي. تمام. طيب هل حضرتك اول ما رحت كده جمعيه مصر كل المصريين تقول لهم انا عايز اتعلم شغل الخرز او عايز اشتغل او عايزكم تدعموني، هم بيدعموك ازاي؟ اوجه الدعم ازاي؟ هل بيوفروا لك المواد الخام؟ هل بيوفروا لك مجرد مكان بس ولا ايه؟ لا، بيوفروا لي المكان، في ورش عمل عاملينها في الجمعيه، وبيوفروا برضو الخامات، وبنعمل المنتجات دي فيها، دي بعض المنتجات الموجوده في الجمعيه. تمام. طيب مثلا منتج زي ده هو تقريبا بياخد من حضرتك كام يوم؟ دوت يوم. يوم. طيب ده بيتباع بكام؟ بأسعار مخفضة للجمهور. دي الجمعية هي المسؤولة عن الأسعار. أستاذ مصطفى على الهواء، عايز أعرف سعر حاجة زي كده قد إيه؟ بص يا دكتور، طبعا ده منتجات كلها شغل هاند ميد أكيد يدوي طبعا. يعني أنا هم حبوا بس النهاردة يجيبوا عينة أكيد بمناسبة دخول شهر رمضان. طيب. فانا قلت لهم بلاش يعني ان احنا نكتر، وطبعا يعني المنتجات انت حضرتك يمكن شفتها أكيد. فمنتجات كتير جدا، بس احنا النهارده بالنسبه بقى يعني كل سنه وانتم طيبين والساده المشاهدين والامه الاسلاميه كلها، فجبنا بقى ايه فوانيس رمضان ده. دي طمطم لو محدش عارفها عشان بس نوضح دي طمطم يا جماعه. وده بوجي. واخد بالكم. فدي برضو عشان خاطر التوضيح يعني. وده فانوس رمضان. ده فانوس. بص يا دكتور. وده فانوس برضو، ده بوجي وطمطم ده فوانيس. ما انا عارف. وبعدين احنا بنعلن اهو بقى يعني عشان خاطر لو حد عايز بقى ايه يا جماعه الشغل ده يعني ايه يحجز. لان الشغل ده يا جماعه شغل فعلا هاند ميد، شغل يدوي، بياخد مجهود كبير جدا، بياخد وقت كبير جدا. فيعني وفعلا زي ما انت قلت يعني مدام منار دي من اشطر المتدربين عندنا، وبقت هي دلوقتي كمان بتدرب يعني، بقت يعني دلوقتي احنا بقت موجوده معانا بتدرب الحالات اللي بتجي لنا يعني. ان شاء الله. فالشغل ده يعني اسعاره بتتحدد على الوقت اللي بيتاخد فيه. والكواليتي بتاعته الاكسسوارات. الاكسسوارات دي طبعا انواع. طبعا احنا بنحاول ان احنا يعني حتى المجموعه اللي هم جايبينها ده يعتبر هو ده يعني الحاجه الوسط بسيط. الوسط، لكن في خامات بتبقى اعلى من كده طبعا في الجوده. صحيح. وطبعا ان شاء الله يبقى برضو لينا لقاء تاني نعرض فيه منتجات تانيه كتير ان شاء الله. حاجه زي اللي حضرتك ده مثلا هي بتاخد فيه يوم كامل فعلا، لان ده بياخد مجهود معاها ومجهود خلي بالك مش ذهني بس.
تمام. ده عضلي كمان. عضلي. يعني الموضوع صعب. فده احنا بنعرضه للجمهور ب 60 جنيه. طبعا هتقولي 60 جنيه يعني ده يوم كامل. فاحنا بنقول يا جماعه احنا احنا بنشوف الخامه وبنشوف العائد اللي هيجي من وراها للحاله مش لينا احنا. استاذ منار، استاذ منار ده مصنوع من ايه؟ ده شغل خرز كريستال بلاستيك. خرز كريستال بلاستيك وبالخيط الصناره. لا تاني معلش بقى. خرز كريستال بلاستيك. خرز كريستال بلاستيك وخيط صناره. تمام. طيب استاذ مصطفى انا ملاحظ جدا يعني من غير مجامله انه الكواليتي بتاعت الجوده بتاعت المنتجات دي عاليه قوي. هل حضرتك بجانب السعر بتسعى ان تكون جوده المنتجات يعني حاجه عاليه او حاجه كويسه؟ بص الجمهور اللي بيسمعنا من حقه يعرف، من حقه يعرف المنتجات دي مصنوعه من ايه، المنتجات دي اسعارها ايه، المنتجات دي بتتعمل في كام يوم. يعني هقول لحضرتك هيقيت لك دلوقتي ده كريستال حلو. يعني ممكن مثلا الخامه الثانيه دي هتبقى اقل شويه. حلو. احنا بنتكلم في في الفانوس اللي هو الثاني ده هتلاقي الخامه دي البلاستيك هتلاقيها اقل شويه من فعلا. طبعا هنا هو اخف. تمام. بص هو الموضوع ان ممكن تكون يعني الخامه اقل في الجوده بس جوده التقفيل طبيعي. اي شغل هاند ميد بيبقى قيم يا دكتور حتى صحيح لو الخامه بتاعته مش تمام. مش تمام طالما دخل فيه ان هو شغل يدوي ما فيش فيه اي حاجه تصنيعيه فبيبقى له قيمه. تمام. طيب الفقره الاولى للاسف خلصت. كنا معاكم مع الاسر المنتجه وقبل ما نطلع الفاصل هناخد تعقيب بسيط جدا للاستاذ مصطفى ندى على الفقره دي وعلى الاسر المنتجه قبل ما نستقبل ضيوفنا في الفقره الثانيه. استاذ مصطفى تعقيب بسيط وسريع. بص يا دكتور احنا هنا من منبرك الجميل دوت بنقول يا يعني لاي حد شايف في نفسه ان هو عنده القدره انه عايز يخش في مجال المشغولات اليدويه من اي نوع يتواصل معانا. لو هو من الحالات تنزل على الشاشه ان شاء الله. لو هو من الحالات الغير قادره ما يترددش. احنا بنعمل عندنا ورش عمل تدريبيه مجانيه 100%. صحيح. فانا بدعو ان لو في اي حد فعلا من الاسر او من الحالات المعيله بالذات عايز يتواصل معانا ان شاء الله فيسيب التليفونات بتاعته او يتواصل مع الارقام التليفونات وان شاء الله هيتواصل مع مدام هاله والاستاذ عبير وان شاء الله هيكون في خير وفي مصداقيه ان شاء الله باذن ربنا. بجد ابداع وبجد نجاح وبفرح جدا من هذا المنبر العظيم لما يكون معايا. انا برنامجي اسمه ابن بلدنا فانا بستضيف مين؟ بستضيف ابن بلدنا ومش هلاقي افضل من الاستاذ مصطفى ندى تحت قيادته القائم بجميع اعمال جمعيه مصر كل المصريين. هو القائد وهو المربي للناس دي. وكمان الحاجه اللي انا عايز اقولها في حقه على الهوا الراجل ده مش بيحسسهم ابدا ان هو رئيس مجلس اداره الجمعيه ان هو المتسلط عليهم. بالعكس تماما الراجل ده بيعاملهم كابنائه كاخواته ابنائه واخواته. انا بلاحظ كده لما رحت نفسي زياره ميدانيه. وكمان عايز اقول لحضراتكم انا مش اي ضيف بيجي معايا في برنامجي بكون حريص جدا قبل ما يجي الضيف انا معايا منتج كذا انا معايا جمعيه اسمها كذا بنزل بنفسي وبعمل تغطيه ميدانيه واتاكد انه ده يستحق انه يظهر لحضراتكم. ليه؟ لانه حضرتك من حقك تعرف كويس قوي انت بتتبرع لمين. من حقك تعرف كويس قوي فلوسك اللي بتدفعها وتتبرعها ده لمين بالظبط. فانا بنشدكم من هنا اي حد عايز يساعد في صدقه جاريه يتواصل مع جمعية مصر لكل المصريين. بشكر حضرتك يا استاذ مصطفى. شكرا لك. بشكر حضرتك يا استاذ هاله. حضرتك يا استاذ عبير. شكرا حضرتك يا استاذ منار. نطلع فاصل ونستقبل الفقرة الثانية مع أكاديمية مصر لفن تصفيف الشعر أحد أنشطة جمعية مؤسسة مصر لكل المصريين. استنونا. أكاديمية مصر أحد مشروعات وأنشطة جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. بتقدم دورات تدريبية وتعليمية للشباب والفتيات لتعليم فن تصفيف الشعر وندوات تثقيفية لأصحاب المال. تصفيف الشعر وندوات تثقيفية لأصحاب المال. أكرر التحية بحضراتكم من جديد. ما زلنا مع أنشطة جمعية مصر كل المصريين للأعمال الخيرية ومعانا فقرة جديدة بنشاط جديد ألا وهو نشاط تصفيف الشعر. ناس كثيرة ممكن تتعجب وتقول إزاي ده نشاط من ضمن أنشطة جمعية خيرية. ما كانش من المعهود في أي جمعية خيرية أننا نهتم بأنشطة من هذا القبيل أو نشاط زي نشاط تصفيف الشعر. بل والأكبر من ذلك أن هم أسسوا أكاديمية وسموها أكاديمية مصر لفن تصفيف الشعر. كل ده أكتر هنعرفه
مع ضيوفنا في الاستوديو، وما زال منورنا ومشرفنا كالعاده في كل فقراتنا وفي كل حلقاتنا وفي كل برامجنا الاستاذ مصطفى ندى. كرر التحيه بحضرتك. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يزيدك لنا. وربنا يزيدك وعي وادراك لمساعده الناس ونفع الناس. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. كمان معايا المصفف محمد كساف، منورنا. اهلا وسهلا فيك يا مصطفى، منورنا فيك يا دكتور. تمام الحمد لله. ومعانا المصفف الاستاذ كمال السعيد، منورنا. اهلا بيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ الحمد لله. استاذ مصطفى، في البدايه تعقيب بسيط وسريع زي كل فقره وكل حلقه بقول لك، ليه مصطفى ندى يعني بيجري، وليه الاستاذ مصطفى ندى بيهتم قوي بالانشطه المختلفه، الانشطه الجديده؟ انا كعلي او انا بقدم البرنامج ده، انا ما كانش من المعهود بالنسبه لي ان اشوف جمعيه خيريه تهتم بنشاط زي تصفيف الشعر. الرؤيه الجديده دي جات لك منين؟ طبعا تعودت مني يا دكتور علي على الصراحه الشديده جدا، فانا يعني كل حاجه بتحصل معايا قدرا. فعلا. فانا يعني كنت اعلنت من ضمن الاعلانات اللي على السوشيال ميديا الخاصه بالجمعيه والخاصه بالانشطه التدريبيه. احنا عندنا صفحه على السوشيال ميديا لجمعيه مصر كل المصريين. طبعا طبعا. تمام، في صفحه على السوشيال ميديا لكل الناس اللي بتشاهدنا حاليا اسمها جمعيه مصر لكل المصريين. اي حد مش هيقدر يتواصل معانا على ارقامنا على الشاشه دي، ممكن بعد ما تخلص الحلقه يدخل على الفيس كده وسيرش جمعيه مصر كل المصريين، هتظهر له وهيشوف كل الانشطه. وكمان دي رساله لو حد حابب يتبرع وعايز يتاكد قبل ما يتبرع الناس دي شغاله ولا لا، ادخل حضرتك على صفحتهم شوف شغلهم. لو حضرتك شفتهم يستحقوا انك تتبرع لهم يبقى ده المكان الصحيح. حضرتك لك حريه الاختيار، شايفهم انه ده مش هو المكان الصحيح اللي تضع فيه صداقتك او تضع فيه زكاتك او تضع فيه هبتك، يبقى اكيد هنرجع مره ثانيه ونعيد قراراتنا ونعيد اختياراتنا. اتفضل يا استاذ. نرجع تاني ونقول ان من ضمن من ضمن الانشطه التدريبيه الفنيه او المهنيه اللي بتهتم بيها جمعيه مصر كل المصريين، لما اعلنا عن الدورات التدريبيه فانا فوجئت بشاب اللي هو المصفف محمد كساب. هو اتوجه لي يعني جاني الجمعيه، كان عنده فكره بسيطه بس اكتشفت بعد كده ان فكرته دي فكره كبيره جدا وعنده احلام جميله قوي. فهو كان بيكلمني ان هو عايز يدرب يعني يبقى يدرب شباب على مهنه تصفيف الشعر، فما كانتش في بالي يعني حاجه بصراحة. مش مهمه من وجهه نظرك. ففوجئت من خلال كلامه، انا يعني وقفته كده وبيني وبين نفسي كده، مين فينا ما بيروحش الكوافير سواء ست او راجل او طفل؟ مين؟ صحيح. ففوجئت ان المهنه دي مهمه جدا، فبجد بجد يعني انا سرحت يعني انا ما فكانت من هنا البادره. فانا سمعته تقبلته لقيته افكاره يعني هو يقدر بقى. تمام. يقدر يتكلم بقى ويكمل. استاذ محمد كساب، اهلا وسهلا. عرفت مؤسسه مصر كل المصريين منين؟ جمعيه مصر كل المصريين انا اتعرفت عليها عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق اعلان على الفيسبوك، ودخلت على صفحته وشفت اللينك بتاعه وعرفت هو شغال ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ بيقدر يتبنى المشروع ازاي؟ بيقدر يتكلم فيه ازاي؟ فروحت. فكانت دي بادره لحضرتك انك تروح وتشوف. هي البدايه ليا. فروحت فعلا، خصوصا ان هو عنوانه ما يتوهش قريب مني في القاهره، فروحت قدمت فكرتي. انا فكرتي كانت مبنيه على عايز كيان للكوافير. تمام. طب انا اسال حضرتك، هل لقيت من مصر كل المصريين من الاستاذ مصطفى ندى اللي مشرفنا في الاستوديو الدعم ككيان بس، ولا هو بيوجه لك كل اوجه الدعم؟ يعني بيدعمك؟ لا بيدعمني في حاجات كتير قوي، مش في كده بس، لا بيدعمني في حاجات كتير قوي. بيقدر يوفر لي اماكن اعمل فيها ندوات تثقيفيه، بقدر اعمل فيها محاضرات رفع كفاءه للمهني. صحيح. بقدر اقدم فيها عروض شهات للرجالي والحريمي بطريقه صحيحه. صحيح. بطريقه سليمه. وبقدر كمان ادرب المبتدئين في المهنه اللي عايز يتعلم المهنه. لسه يتعلم. اللي لسه بيتعلم المهنه بيتعلمها باسس سليمه وعلى قواعد سليمه تفيد المهني. صحيح. تمام. استاذ كمال، عرفت مصر كل المصريين منين؟ طريق النت، واتعاملت مع محمد الاول كساب واتكلم معايا. حضرتك محمد كساب؟ على النت، وبعتنا مع بعض وقال لي الفكره، فقلت له الفكره دي من جوايا، انا بحب اعلم لكن الفكره بالنسبه لي حلوه، ودعمت الفكره جميله، وقلت ادعمه. وجيت الجمعيه، قابلت الاستاذ مصطفى، لقيت الدنيا مختلفه جدا جدا جدا، وساعدنا فيها. والكلام ده كان بيني وبين محمد كساب على اساس ان هي الفكره هي موجوده بس انا ما كنتش اعرف عنها حاجه.
تمام. لكن انا كمهني وليا في التعليم والكلام ده كله، فلقينا المجموعه كلها مع بعض يعني تنفع مع بعض ان احنا نعمل حاجه صحيح. نقدمها صحيح. الاستاذ محمد كساب حضرتك فضل. قبل الهوا كنت بتقول لي ان انا عايز اعلن عن مبادره صحيه الخاصة بالناس اللي عاملين في مجال تصفيف الشعر. والله هو السوشيال ميديا مليان وعلى الصحف وخصوصا على صفحتي الخاصة اسئله كتير قوي على موضوع فيروس الكورونا وهيوصل معانا في الكوافير لحد فين. تمام. انا من هنا بقول ان من انظف الاماكن اللي موجوده في الشارع وبتقابلنا في حياتنا هو الصالون. صحيح. الكوافير من انظف الاماكن او من انظف الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها. صحيح. فقلت اعمل مبادره توعيه اوعي فيها الكوافير ازاي يبقى عنده وقايه من فيروس الكورونا. صحيح. تمام. استاذ كمال حابب اقول لحضرتك برضو حضرتك قبل الهوا قلت لي انه شايف الاستاذ كمال اعزائي المشاهدين قبل الحلقه وقبل الهوا في الكواليس كده كان يقول لي ايه، كان يقول لي انا بلاحظ انه الناس الموجوده في القرى بتوصل لها التحديثات متاخره شويه عن الناس الموجوده في المدن او الناس الموجوده في الحضر، فهو كان نفسه يسعى يكون هو حلقه الوصل، يكون هو الوسيط انه يجيب لو ديتس الجديده دي ويجيب كل الاجراءات والتطورات الجديده للناس اللي هي بتوصل لها متاخر. ممكن توضح لي حضرتك تقصد ايه؟ يعني اقصد مثلا اول لما بيجي مثلا القصات الجديده او الكرياتين او الروتين كل الحاجات الجديده في شغلنا بيجي للاولاني بدري اول ما بيوصل للارياف ودي بيكون وصلت لمرحله الاخر فما بقاش في منافسه عادله. طب حضرتك تقدر تعمل ايه؟ فبقدر ان انا اجيب له الحاجات دي بدري في الاكاديميه، اشوف هو مستواه ايه اللي ناقصه انا اكمله له، واللي هو فيه يكمل ويبقى فيه منافسه شريفه، فيه مسابقات، فيه دورات، يبقى عارف مستواه قد ايه، يبقى كده في عدل في المهنه. فبقرب له المسافه لغايه عنده قريب وانا جيت له لغايه موجود عنده. تمام. لان انا كمهنيا انا من منطقه شعبيه، انا من الضرب الاحمر كشغلي كده وبس. عقبال لما كنت انا بسعى عشان اجيب الحاجه دي بايدي، مش حد بيجيبها لي. فالنهارده حضرتك كنت تعاني بنفسك فالمعاناه اللي حضرتك شفتها عايز توفرها على ابناء بلدك وابناء الناس الموجوده مع حضرتك. فكان ساعات ايام مهنتي كنت ببعت اشتري شرايط فيديو والكلام ده عشان اتعلم واثقف نفسي قبل. تمام. فانا عايز احل المشكله لدي تبقى بدري والمهنه بتاعته تمام. يبقى مظبوط فيها في شغله. تمام. نتحول من جديد للاستاذ مصطفى ندى. انا شاب من الناس اللي بتسمعنا حاليا ونفسه يتعلم مهنه تصفيف الشعر، نفسه يدخل أكاديمية مصر لفن تصفيف الشعر تحت رعاية جمعية مصر كل المصريين للأعمال الخيرية، المفروض يعمل إيه؟ هتدي له كورس إزاي؟ في عجالة سريعة، اتفضل. بص يا دكتور، بس قبل ما أخش معاك في النقطة دي، أنا عايز طبعًا أوجه الشكر للأستاذ كمال والأستاذ محمد. طبعًا إحنا بنشكرهم من المنبر ده. الشابين دول شابين طموحين جدًا، عندهم أفكار فعلًا، أنت بدأت وقلت أفكار خارج الصندوق وأنا أحب موضوع الأفكار خارج الصندوق. فعلًا. فبوجه لهم التحيه وان شاء الله يكون ليهم مستقبل معانا ان شاء الله، وانا كجمعيه بدعمهم كل الدعم. تمام. طيب دلوقتي لو بقول لحضرتك لو حد بيسمعنا وعايز يتعلم مهنه فن تصفيف الشعر يعمل ايه؟ اتفضل. طبعا انا مش خبير تمام في المجال، ولكن كاداريا يتواصل معاكم ازاي؟ انا بقول لحضرتك هو هيتواصل من خلال ارقام الجمعيه، ومجرد ما هيتواصل معانا هيوصل للمسؤول، سواء المسؤول الاداري او المسؤول الفني. تمام. شكرا جدا لحضرتك. تحت امرك. شكرا جدا مصفف محمد كساب. شكرا لحضرتك دكتور، شرف لينا. شكرا للاستاذ كمال. شكرا لحضرتك. للاسف وقت حلقتنا انتهى. للاسف الوقت الحلو من ابناء بلدنا من ابناء مصر اللي هم سواعد بلدنا وسواعد مصر وسواعد بلدنا انتهى، لانه وقت جميل. ولكن قبل برضه ما نختم وبناء على طلب الاستاذ مصطفى كلمه اخيره، اتفضل. هاخد بس مش اكتر من دقيقه. احنا في عندنا مبادره كنا اعلناها ان احنا بنتكفل بتجهيز 10 عريس وعروسه، 10 عرايس عروسه وعريس مجانا، وطبعا ده للحالات اللي هي الغير قادره والايتام. تمام. كان في نقطه تانية برضو مهمه، ان من منبرك هذا برضو فضل. من خلال اكاديميه مصر للفن تصفيف الشعر بإدارة الأستاذ كمال والأستاذ محمد كساب، بنقول إن الكيان ده معمول للمهنيين، معمول لأصحاب المهنة، إن في عندنا عشان خاطر يتواصلوا معنا في عندنا حاجات كتير جدا مهمة لازم يعرفوها. الأكاديمية دي كفكرة، كأهداف صحيح، كخدمات هتقدمها لهم، فياريت يتواصلوا معنا على الأرقام عشان يقدروا يتواصلوا مع الأساتذة
ويبتدوا فعلا من خلال التواصل يعرفوا الخدمات اللي هتقدمها الاكاديميه. شكرا شكرا جدا للاستاذ مصطفى نادر رئيس مجلس اداره جمعيه مصر كل المصريين. واخر رساله بوجهها من المنبر ده انه الاستاذ مصطفى اعلن من خلالنا ومن خلال منبرنا ان جمعيه مصر كل المصريين على اتم استعداد لتجهيز 10 عريس وعروسه من داخل اكاديميه مصر الفن تصفيف الشعر بالمجان التام. يا ريت اي حد محتاج للخدمه زي دي يتواصل على الارقام اللي كانت موجوده طول الشاشه والارقام تقريبا نزلت لنا ثاني اهي ويتواصل مع جمعية مصر كل المصريين وأكيد هيخدموه وهيفضوه. شكرا جدا لحضراتكم، شكرا جدا لحسن استماعكم. كنت معاكم علي حمدي، السلام عليكم.